تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نمنع التكرار سواء في صف او في عمود. احيانا كتير في شغلك بتكون محتاج انك تتعامل مع صف معين، والصف دوت محتاج ان الارقام فيه ما تتكررش، وبرضه ممكن تكون محتاج انك تتعامل مع عمود والارقام اللي تدخل للعمود برضه ما تتكررش. تعال نشوف هنا كده تطبيق عملي. ده صف والمفروض ان الارقام اللي فيه ما ينفعش انها تتكرر، فهنا دخلت 1 2، تعال هنا كده ندخل 3، هنلاقي الموضوع ماشي عادي. طب لو دخلت 3 تاني، طبعا دوت بيعتبر رقم مكرر. لو جيت تتنقل هتلاحظ ان ظهرت لك الرسالة التحذيرية دي، بيقول لك رقم مكرر، قم بادخال رقم اخر هذا الرقم مكرر. فهتبتدي ان انت تقول له ايه، كانسل او ريتراي او حاجة، المهم هيمسح لك الرقم ومش هيرضى يكتبه مرة تانية. لو جيت هنا في العمود هتلاقي برضو الارقام اهي، دي 3 5، 3 6، 3 7. طب لو جيت هنا مثلا كتبت 8 8 8، ده بيعتبر رقم مش مكرر، وضغطت انتر مفيش مشكلة. طب دخل الرقم تاني 8 8 8 واضغط انتر، برضو هيرفض ادخال اي ارقام مكررة. تعالوا نشوف مع بعض هنمنع التكرار دوت ازاي بطريقة سهلة جدا. اول حاجة هتروح على الصف اللي انت عايز تمنع فيه التكرار، وهتبتدي ان انت تعلم عليه بالشكل ده، وبعدين هتطلع على تاب داتا، وهتروح هنا كده على الداتا فاليديشن، تضغط عليها هتفتح معاك ويندو بالشكل ده. من عند السيتنج هنا هتبتدي تفتح السهم ده وتختار كاستم، وهنا كده في الفورمولا، يعني بمعنى اصح هتكتب معادله، هتبتدي تكتب يساوي، لان اي معادله لازم بنبتديها بيساوي، وهتبتدي ان انت تكتب كاونت اف، وتفتح قوس وتختار الصف اللي انت مش عايز يتكرر فيه الارقام بالشكل ده، وبعدين تضغط من الكيبورد على اف 4 علشان يكون عدم التكرار في الصف اللي انت محدده بس، لكن لو وقفت بعيد عنه يكرر عادي. وبعدين تعمل كوما وتختار اول خلية في الصف، وتقفل القوس بتاعك وتقول له يساوي 1. معناها ايه المعادلة دي؟ معناها ان هو هيبتدي يحسب لك اي قيمة انت بتدخلها هنا، يعني هيخليها تدخل عادي، بشرط ان القيمة دي تكون بتساوي 1، يعني بتدخل مرة واحدة بس، ونقول له اوكي. تعالى هنا كده ندخل رقم 1، نتنقل على الخلية اللي جنبها دخل رقم 2، الدنيا ماشية عادي. نقل على الخلية اللي وراها دخل رقم 3، الخلية اللي وراها عيد رقم من الأرقام اللي كانت قبل كده، مثلا هندخل رقم 2، ده رقم مكرر، اتنقل هيرفض، لكن في الحالة دي هيطلع لك الرسالة اللي بيحطها لك الإكسل، دي رسالة كده تحذيرية بيحطها لك الإكسل. طيب لو انت عايز تحط رسالة بنفسك، هتبتدي ان انت تعلم على الصف بتاعك كده، وتروح على داتا فاليديشن، هتظهر لك نفس الويندو دي، هتروح هنا كده على التاب الاخيره دي ايرور اليرت، اللي هو بمعنى اصح الرساله التحذيريه، هتقف عليها كده، ومن هنا هتبقى متاكد ان هو واقف على ستوب، وهتكتب هنا كده عنوان الرساله بتاعتك. انا هنا كده هكتب في عنوان الرساله الرقم مكرر، وهنا هتبتدي اكتب الرساله بتاعتي. بعد ما كتبت الرساله بالشكل ده اقول له اوكي. تعال نروح على الصف وندخل تاني رقم مكرر، هندخل 1 ونمشي كده، هنلاحظ ان الرسالة اللي احنا كتبناها هي اللي طلعت لنا بالشكل ده. نروح بقى نشوف هنعمل ايه في العمود. نفس اللي احنا عملناه في الصف علشان نمنع تكرار الرقم هو اللي احنا هنعمله في العمود. اهم حاجة هتحدد الرينج الخاص بالعمود اللي انت عايز تمنع منه التكرار، وتروح من تاب داتا، هتروح على داتا فاليديشن اللي هي علامتها دي، تضغط عليها كده، وتروح هنا كده في هنا الايرور alert، هنا ممكن تكتب الرسالة بتاعتك زي ما كتبناها المرة اللي فاتت، وتروح هنا على setting، وهنا تبتدي ان انت تختار custom مرة تانية. كل الخطوات دي احنا عملناها في بداية الفيديو لما كنا بنمنع في الكولوم، يعني الخطوتين زي بعض، وهنكتب يساوي ونكتب نفس المعادلة count if، وافتح القوس. وهنا بقى مش هتحدد الصف، هنا هتحدد العمود بتاعك، ولازم تثبته بانك تضغط من الكيبورد على اف 4 علشان ما يتنقلش لاي نقط تانية بعيدة عن الرينج اللي انت عملته، وبعدين تضغط كوما، تختار اول خلية في رينج العمود، تقفل القوس وتعمل يساوي علشان ما يسمحش بتكرارها غير مرة واحدة، يعني ما يحسبهاش غير لو ظهرت مرة واحدة، وقول له اوكي. تعال نجرب كده في العمود، هندخل مثلا اي رقم وليكن 3 2 2، ونعمل انتر، 3 3،
انتر سمح بدخوله. طيب نعيد رقم 2 تاني، 2 2، هيرفض ان هو يدخل. وطبعا دي رسالة مايكروسوفت اكسل، لو عايز تغيرها احنا عملناها في بداية الفيديو. لو دي اول مرة بتشوفني ولسه ما اشتركتش معايا في القناة، شرفني بالاشتراك ودعمني بلايك لو عجبك الفيديو.